يعطيكم العافية. طبعا في هذا الفيديو هنحكي عن الديسيمال سيستم، هو النظام العشري. وشو هو النظام العشري؟ النظام العشري هو يعتبر أكثر الأنظمة العد استعمالا من قبل الإنسان. يعني هو هذا النظام متعارف بيناتنا إنه هو، لو أنا شفت هذا الرقم بعرف إنه هذا رقم عشري. طبعا سمي بالعشري لأنه بتكون من 10 أرقام، وهي من 0 لقديش لـ9، يعني اللي هي الأرقام تلاتة من 0 لـ9 وهم عددهم قديش؟ 10. يعني الأساس تبعه قديش؟ 10. فدائما النظام العشري الأساس تبعه قديش؟ 10، اللي هو البيس. نكتب هنا البيس بيساوي 10. طيب نيجي ناخد هنا مثال على النظام العشري. لو أنا عندي هنا رقم 7129 وناخد هنا 4 5، هذا الرقم العشري. طبعا كيف انا بعرف انه رقم عشري؟ من خلال النظر، او بكون هو حاطط لي في السؤال حاطط لي هنا 10، فلما يحط لي بالشكل هنا 10 فانا بعرف انه هذا النظام عشري. طيب هلا هذا الرقم بتكون من عدد صحيح وعدد عشري اللي هو عدد الكسر. فهذا الرقم بتكون من مجموع من الخانات، في عندي هنا الخانة الأحاد، هنا خانة العشرات، خانة المئات، وخانة الألوف. يعني هذا الوزن تبعه، كل رقم له وزن، فهذا الوزن تبعه اللي هي 10 أس 0، هذا 10 أس 1، هذا 10 أس 2، وهذا 10 أس 3. فيعني انه هذا 10 ضرب 10 أس 0، مش 10 أس 0 قديش بيساوي؟ 1 1 في 9 بيطلع عندي 9، زائد 2 10 10 أس 1 بيطلع عندي 10، 10 في 2 بيطلع عندي 20. يعني بيطلع عندي كنفس الشغلة، هذا 100 بحط 0، وهذا بحط قديش هنا؟ 7 أصفار. يعني هنا 10 أس 3 اللي هو بطلع عندي 1000 1000 في 7 7000. فهذا كل رقم له وزن، كل خانة لها وزن. طيب فهذا بطلع عندي ايش الرقم؟ بطلع عندي 7129. طب بالنسبة للخانة اللي هي الكسور، فهنا ايش بضرب هذا؟ بقول له هذا الوزن تبعه اللي هي 10 أس سالب 1، وهذه 5 10 أس سالب 2. فبيجي بعمل ضرب 4 ضرب 10 أس سالب 1، وعندي هنا 5 ضرب 10 أس سالب 2، فيعني انه هي عبارة عن قديش؟ بطلع عندي 0.4، وهنا ايش بطلع عندي؟ 0.05. فلما اجمعهم مع بعض بطلع عندي القيمة 0.45، وانت ممكن تجربها على الآلة الحاسبة فممكن تطلع معك اللي هي نفس الناتج اللي معنا. بعد كده بتجمع هذه القيمة مع هذه القيمة فبطلع عندي 7129.45، هو هذا الرقم العشري. طبعا الموضوع بسيط جدا، ما في اي تعقيدات. يعطيكم العافية.